طبعا بالنسبه لي مساله الكونتنت اوف ذا ادكتور كانال، طبعا البدايه زي ما قلنا البدايه بتاعتنا بتبقى هنا عند الايبكس اوف ذا فيمورال تريانجل، والنهايه بتبقى عند الاوبننج اوف ذا ادكتور ماجنس، او اللي بنسميها الادكتور هيتس، واللي هتدخلني بعد كده على المنطقه اللي احنا بنسميها البوبلوتيا الفوسا. يبقى كل دي القناه الادكتور كانال، وليه برضو تعتبر تحت السارتوريوس فبنسميها سب سارتوريال كانال. اهم اتنين كونتنت موجودين عندنا هو الفيمورال ارتري والفيمورال فين. لما بنيجي نتكلم عن الكونتنت بنقول دايما ان احنا عندنا 3 ارتريز 3 فيزلز، في عندنا 3 فيزلز و 3 نيرفز. بالنسبه لل 3 فيزلز او الثلاث اوعيه الموجوده عندنا، الفيمورال ارتري الفيمورال فين، وفي عندنا هنا شريان يسمى الديسندنج جينيكول ارتري. الديسندنج جينيكول ارتري ده شريان بيبقى طالع من الفيمورال، برضو ده تالت حاجه عندنا، يبقى الفيمورال ارتري فيمورال فين والديسندنج جينيكول ارتري. بالنسبه للاعصاب في عندنا 3 نيرفز، عندنا السافينس نيرف، ده النيرف الموجود عندنا هنا اهو، اهم نيرف السافينس نيرف ده اللي هو كان برانش من الفيمورال، والسافينس نيرف ده اللي بيكمل هنا بينزل معانا وبيكمل وبيجيب السنسيشن من الميديال سيرفيس اوف ذا ليج. خدنا كتير. في عندنا هنا كمان عضله تسمى الفاستس ميدياليس، مش كده؟ في عندنا النيرف ده اسمه النيرف تو ذا فاستس ميدياليس، ده بيغذي الفاستس ميدياليس موسل. في عندنا هنا كمان دي السارتوريوس صح، ودي السب سارتوريال فاشيا. في عندنا هنا كمان حاجه اسمها الايه، السب سارتوريال بلكسس، تجمع من الاعصاب كده موجود تحت السارتوريوس اسمه سب سارتوريال ايه بلكسس، ده يعتبر برضو تالت حاجه موجوده عندنا. يبقى سافينس نيرف، نيرف تو ذا فاستس ميدياليس، وسب سارتوريال بلكسس. نفس الكونتنت ممكن ان احنا نشوفها هنا في الرسمه دي، ادي الفيمورال ارتري والفيمورال فين طبعا مع الديسندنج جينيكولار ارتري، وفي عندنا هنا ادي للنرفات النيرف تو ذا فاستس ميدياليس وللسافينس نيرف.